السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي مع فصل جديد من فصول قصة التربية الجينية السيدة خديجة. الفصل بتاعنا النهاردة أولاد بعنوان دوافع الارتباط. عرفنا في الفصل اللي فات أن السيدة خديجة أرسلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ميسرة في الرحلة إلى الشام، وكان الرسول مسؤول عن هذه القافلة. بيقول لي طبعا حانت عودة المسافرين من الشام، يعني بدأ رجوع القافلة التي كان يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأت تستعد مكة كلها لاستقبال القافلة. فطبعا كان بيوت التجار كانوا ينتظرون تجارتهم، والحمالين اللي هم سيحملون البضائع إلى بيوت التجار كانوا يستعدون، أيضا العاجزين والفقراء كانوا يستعدون لما سوف يحصلون عليه من العطاء من هؤلاء التجار من تجارتهم والصدقات التي كانت تمنح له. تعالى كده سؤال بيقول: من في مكة كان في استعداد القافلة؟ قلنا مين اللي كان بيستعد لاستقبال القافلة؟ جميل، برافو عليكم. قلنا التجار والحمالين والعاجزين والفقراء. بيقول يا أولاد طبعا السيدة خديجة ذهبت إلى مخازنها، بدأت بقى تتفقد تجارتها وتنظر ماذا جلب لها محمد. فبيقول لي هنا ذهبت إلى مخازنها وبدأت تفحص تجارتها ووقفت تنظر في دهشة. ليه؟ قال لي ما هذا الربح الوفير الذي عاد به محمد، إن محمد عاد بربح كثير يفوق ثمن ما أعطته له. فبدأت تتساءل عن سر هذا الربح الوفير. بيقول لي هنا سؤال: ماذا حدث عندما ذهبت السيدة خديجة إلى مخازنها وفحصت تجارتها؟ قلنا إيه؟ جميل، أصيبت بالدهشة ونظرت إلى هذا الربح الوفير الذي عاد به محمد. معايا أول سؤال للمتفوقين، بيقول لي هنا: ماذا كان يفعل النبي في بلاد الشام؟ افتكر كده معايا، قلنا النبي كان كيف كان يقضي وقته في بلاد الشام وماذا فعل في هذه البلاد؟ هننتظر إجاباتكم في التعليقات. يلا نكمل مع بعض. سنة 6: الجو كان حرا محرقا، فكانت هناك سحابة تظل الرسول أثناء الرحلة من مكة إلى الشام. يعني أثناء الرحلة من مكة إلى الشام كان النبي صلى الله عليه وسلم تظله سحابة تسير معه أينما كان وتظلله هذه السحابة، سميت بعجيبة السماء. تعال كده نشوف مع بعض، نكمل. اكتب باختصار عن عجيبة السماء. يبقى قلنا ايه هي عجيبة السماء؟ سحابة كانت تظل الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الرحلة من مكة إلى الشام وتتحرك معه أينما ذهب. يلا نكمل مع بعض. سنة 6: بيقول أظهر محمد صلى الله عليه وسلم مهارة وحسقا في البيع حتى فرغنا من بضاعتنا في وقت قصير. ده لو تاخد بالك كده سنة 6 معايا، مين اللي بيتكلم؟ ده ميسرة اللي بيتكلم. طب وبيكلم مين؟ بيكلم السيدة خديجة رضي الله عنها عندما بدأت تسأله ما هذا الربح الوفير الذي عدتم به من بلاد الشام. قال لها رجع كل ده إلى مهارة سيدنا محمد وبركة سيدنا محمد، وأنه أنهى وفرغ من بيع كل هذه البضاعة في وقت قصير. إلى أي شيء أرجع ميسرة هذا الخير الوفير والربح الكثير؟ هي أرجعوا إلى إيه؟ إلى بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومهارته. ده كان سؤال ضع علامة صح او خطأ. لأي شيء ارجع ميسرة هذا الخير الوفير الى بركة سيدنا محمد. السؤال التاني ضع علامة صح او خطأ. لم يظهر محمد مهارة في البيع والشراء، ده بقى صح ولا خطأ؟ طبعا الاجابة ايه؟ خطأ، ان هو ارجع كل ده الى بركة سيدنا محمد والى مهارته. سؤال للمتفوقين، بيقول لماذا تمنت السيدة خديجة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لها؟ طبعا من خلال الشرح اللي احنا قلناه ومن خلال الصفات اللي انت تعرفها عن سيدنا محمد. هننتظر إجابتك في التعليقات. بيقول عندما سمعت السيدة خديجة عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم تمنت أن يكون زوجا لها، فأرسلت له خادمة تسمى نفيسة لتأخذ رأيه في الزواج من السيدة خديجة. وعندما سألته نفيسة عن رأيه وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من السيدة خديجة، وفرحت السيدة خديجة بهذا الخبر
الذي جاءت به نفيسة واختارت لها بعض الهدايا، يعني لما أخبرتها أنه وافق على الزواج منها أعطت لخادمتها بعض الهدايا الغالية نتيجة لهذا الخبر السعيد الذي أتت به من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا سؤال، ما الخبر الذي جاءت به نفيسة للسيدة خديجة؟ هي قبول النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من السيدة خديجة. سؤال متفوقين بيقول اذكر اهم الاحداث التي حدثت في رحلة الرسول من مكة الى الشام. طبعا احنا اتكلمنا عن كل الرحلة وعن الاحداث اللي مرت في الرحلة، عايزين بقى نشوف اجابتك في التعليقات وان شاء الله يكون يتم الرد عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع وعد بلقاء اخر في فصل جديد.